الناس اللي لسه متابعينها دلوقتي ولسه فاتحه، ازاي تقدري تخلي رنج؟ تقدري تخلي رنج، بتشيل عندي الراس من هنا، تمام؟ بتشيل الراس من هنا، تمام؟ ادي الراس اهيت من هنا بالظبط، من اخر يعني الخياشيم بتاعتها، الراوند بتاع الخياشيم ديت، بتقومي قاطعه. طيب وبعد كده بتقوم واخده دي، تقوم فاتحاها كده. بعد كده بنقوم واخدين عندنا، بص عامله ازاي البطارخ دي، بس ده البطارخ دي ناعمه، فبصراحه ما بفضلش ان احنا ناكلها. بقوم منضفها كويس جدا واقوم شايل ديت، تمام. وبعد كده بقوم فاتحها كده بايديا، بايديا اهي، وانزل لتحت، وانزل لتحت. وبعد كده بقوم فاتح دي اهي، وبصبعي ده كده، وابدا ان انا افتحها كده، اخد عندي من اول السله من فوق مش من تحت، من اول السله من هنا، تمام. وتقومي شايلاها، شايله السله هي، تمام، كلها اهي، وتقومي ايه شايلها هنا، ومن عند السكينه من هنا، السكينه بالسن، السكينه ديت، تقومي شايله الحاجات الغامقه دي كلها من هنا كده، وتقوم واخده الجزء اللي تحت ده شايلاه، مش محتاجينه وما بيتاكلش. ونفس الكلام اهو، تقومي شايله ده كده اهو، لتحت لتحت، منظفه بالسكينه، وتقوم واخده الجزء ده كده. بقى عندك الجزء اللي هو فيه فعلا فيه اللحم الفيليه بتاعنا. طيب هنضف بس الايه البرانشه بتاعتنا. عشان اطلع ايه قطعه على النظافه، تقوم واخداها كده، بص فتحها كده بايدك، بص من هنا كده، تضغطي كده اهي بايديك الاول، تمام، تفتحيها كده، هتلاقي بانت ايه المعالم بتاعتها بانت. تقومي جايه من تحت من عند الديل الاول، ومن تحت من التانيه برضو، الاسهل ان انت تاخدي الاتنين مع بعض الاول، عشان لو انت شلت واحده مش هتعرفي تتحكمي في التانيه، فبتشيل التانيه. وبعد كده تقوم واخدة دي كده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اول قطعة طلعت معايا، تمام، ما فيهاش اي خالص اي جلد معايا ولا فيها شوك. نفس الكلام اهيت، نخلي تماما الرنج، ادي قطعه الفيليه الثانيه طلعت قدام حضرتك اهي. هعمل بقى السلطه بقى، يعني السلطه دي حوار بقى لوحدها كده. هقطعها عندي نطلع ديت برضو اهي، ونركنها مش كتر في الكميه، والله انا مكتر بس في الكميه عشان بحس بس ان انت تشوفي الموضوع ماشي ازاي. لكن انت برنجايه واحده تقدري تشتغلي باي صنف من ديت، يعني لو جبتي ثلاث رنجات هتشتغلي من ثلاث اصناف اللي انا عملتهم، سواء السلطه سواء اللي هي على النار، حسب يعني حسب افراد اسرتك في الاول في الاخر يعني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هجيب بس عندي سكينة تكون حامية شوية، هجيب أول حاجة بصل أخضر عشان هنعمل السلطة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة بصل أخضر أفرومه فرم ناعم، تمام، حاضر يا أستاذ جمل. بعد كده عندي طماطم اقطعها عندي مكعبات، تمام، شرايح طماطم الحمرا المسكره ديت، تبقى جميله جدا في سلطه الاير رنجة. الصبر يا رب. طيب بعد كده بقوم جايب عندي يعني دي بصل اخضر برضو تانيه، واحده تانيه، اتفقنا الاكل ده عايز بصل اخضر كتير يظبط معاك المواضيع. وبعد كده بقوم جايب عندي الخس، ادي الخس البلدي، اديها خس كتير بقى، ده خس كتير وما يهمكيش.
تطلع الحاجه في الاخر طعمها حلو جدا. تمام يا باشا؟ تمام اهو. نقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها، البصل مع الخس مع الطماطم. تمام يا سعاده الباشا. بعد كده بقوم جايب عندي البوله اللي هنبدا نشتغل فيها، احط فيها الخضره ديت. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الرنجه، حاطين عليها من فوق اللي انا قطعها عندي مكعبات. واجيب عندي معلقه وابدا ان انا اقلب الرنجه مع بعض مع الخضره اللي معايا. بسم الله. متحطش لها ملح طبعا، لا مفيش ملح، هي خلاص الرنجه مجرد اصلا ما بتسيبيها دقيقتين اتنين. على فكره يا جماعه السلطه دي يفضل انها تتاكل على طول، يعني ما تسيبهاش كتير في بره، شغليها على طول كده واكليها. عصير ليمون، الطحينه يا شباب الله يكرمكم اهي خلاص موجوده، شكرا. شوية زيت ذرة. وبعد كده أقلب الخلطة دي مع بعضها، الليمون مع الكلمات الجميلة دي كلها، وتبقى عندي بص السلطة شكلها حلو ازاي. هبدأ أجيب عندي بسم الله الطبق الميلاميني الأحمر الهابي شيف ال 39 قطعة، ونقوم واخدين ما شاء الله هي تيجي على طبقين يعني. هعمل واحد بطحينة وواحد من غير. وبعد كده ايه السكينه هي، حط عندي الليمونتين، الليمونتين اهم. بص ده يا جمال، بص دي اهم حاجه بقى، يعني دي اهم خطوه في الموضوع كله. البصل كده اهو زي ما هو كده الابيض، تمام. تقوم قطعاه كده زي ما هو كده بالقشر، ونقوم واخدينها كده وحاطينها فين جنب السلطه ديت. عيش بلدي سلطه والبصل والايه والحركات اللي موجوده معاها. خصوصا لما تكون البصله ايه البصله صغيره كده بتبقى جميله. نقوم حاطين ديت البصله اللي احنا قطعناها هنا.